في تونس تغييرات جذرية على المشهد السياسي يقابلها تأكيد رئاسي أن الإجراءات المتخذة استثنائية ومؤقتة. هذه التطمينات يسعى الرئيس السعيد من خلالها إلى تأكيد حفاظه على الحريات والحقوق في البلاد. في المقابل حركة النهضة ترفض كل هذه الخيارات وتدعو إلى استئناف عمل البرلمان. أين تتجه الأمور في تونس؟ وما تأثير الإجراءات الأخيرة في استقرار ونهوض البلاد؟ قبل ما نغوص مع ضيفنا في تحليل هذه التطورات، نلقي نظرة على الأجواء في تونس مع مراسلنا سيف الدين العامري. سيف، مساء الخير. كيف تلقف بداية الداخل التونسي التطمينات الأخيرة التي أطلقها الرئيس قيس سعيد والتعهدات أيضا بمرحلة أفضل لتونس؟ نعم شانتال، أكبر دليل على هذا هو حالة الهدوء التي تسود الشارع التونسي. هناك فقط دوريات مشتركة بين الأمن والجيش التونسي في بعض مفاصل البلاد والأحياء المهمة والمفترقات المهمة على كامل تراب الجمهورية التونسية، طبعا بأوامر من رئيس الجمهورية. الشارع التونسي هناك تقريبا رضا 100% أو لأقل 90% على ما قرره رئيس الجمهورية من تدابير استثنائية بحسب الفصل 80 من الدستور. المظاهرات والاحتجاجات في المحيط، في المساحة المحيطة بالبرلمان، انتهت تقريبا كلها ولم يبقى سوى الأسلاك الشائكة، الجيش داخل البرلمان وبعض الفرق الأمنية من وزارة الداخلية خارج البرلمان تحرس هذا المبنى الذي جمد نشاطه بأوامر من رئيس الجمهورية مع رفع الحصانة على كل النواب، وذلك لتمكن السلطات القضائية من القيام بعملها في التحقيق مع عدد من النواب المتهمين إما بالفساد أو في بعلاقات مع تنظيمات إرهابية. هذا بالنسبة للشارع والوضع الميداني. شانتيل، بالنسبة للوضع السياسي، تقريبا كل المنظمات الوطنية الكبرى، الاتحاد العام التونسي للشغل، رابطة حقوق الإنسان، هيئة المحامين أو عمادة المحامين، اتحاد الأعراف في تونس، اتحاد الفلاحين، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، منظمة النساء الوطنية التونسية، نقابة الصحفيين، تقريبا كل المنظمات الوطنية التي تشكل أعمدة المشهد السياسي في تونس تقبلت تطمينات رئيس الجمهورية بعد أن قام بلقاءات مكثفة مع هذه المنظمات، وذلك لتطمينها على مسألة رئيسية ومهمة، وهي أن هذه الإجراءات استثنائية وليست دائمة، بمعنى أن الرئيس يتحدث عن العودة سريعا بخارطة طريق إلى الحياة الديمقراطية العادية، لكن اليومين هذين اليومين، يعني اليوم وغدا، فقد تغلق الإدارات العمومية مع بعض الاستثناءات كالدفاع والصحة والداخلية وبعض القطاعات الحيوية، كي تتمكن السلطات من الوقوف عند أي خروقات موجودة في أرشيف تلك الإدارات. لدينا معلومات هي صحيحة غير مؤكدة شانتيل، ولكن نسوقها بتحفظ. هناك بعض البلديات التي بدأ رؤساء بلدياتها بالذهاب نحو مقرات البلديات لإحراق وإتلاف وثائق موجودة فيها. أغلب هذه البلديات بحسب المعلومات التي لدينا وصلتنا الآن لها تقاطعات إما مع حركة النهضة أو مع حلفائها، بمعنى أن إجراءات رئيس الجمهورية التحفظية الآن في إيقاف عمل هذه الدواوين العمومية والإدارات العمومية واضح ذاهبة في اتجاه حجز كل الوثائق والتحقيق فيها ضمن ما يسمى بفول أوديت أو بالتحقيق الشامل داخل الإدارات العمومية للتحقق من أن السنوات التي مضت لم تشملها أو شملتها عملية فساد أو عملية خرق للقانون. هذه نية رئيس الجمهورية أصبحت واضحة الآن بتقاطع
يعني تحليلات عديد الخبراء فيما يتعلق بالنية من غلق الإدارات لمدة يومين اليوم وغدا، وطبعا هي قابلة للتمديد. سنتابع معك سيف الدين. طبعا للأسف يعني انتهى وقت يعني اللقاء معك، سنعود إليك فور ورود أي جديد من تونس، ونشكرك سيف الدين على المتابعة الدائمة لهذا الملف. سنكمل في هذا الملف دائما مع ضيفتنا من تونس الصحفية أميرة محمد التي تنضم إلينا الآن. أستاذة أميرة أهلا بك معنا في غرفة الأخبار من سكاي نيوز عربية. ما أهمية بداية أن يبدأ الرئيس سعيد هذا المسار الجديد الذي اختاره لتونس بلقائه ممثلي المجتمع المدني وبإرساله تطمينات للداخل التونسي؟ استمعنا إلى سيف الدين الآن يشير إلى حالة هدوء الآن تسيطر على الداخل التونسي. أهلا بك وأهلا بكافة مشاهدي قناة سكاي نيوز. أولا الهدوء هو هدوء حذر للانتظار نظرا لعدم وضوح إلى حد الآن ماذا بعد التدابير الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية. وكملاحظين كصحفيين وكمجتمع مدني وككل التونسيين نحن ننتظر ماذا بعد هذه التدابير، ما الذي سيتغير خلال هذا الشهر، ويجب أن يتغير شيئا ما، لأن يعني طموح التونسيين وانتظاراتهم كبيرة وكبيرة جدا، ولا يمكن اليوم السماح بخيبة أمل جديدة بعد الفشل الذي عاشه الشعب التونسي لمدة سنوات بسبب فشل السلطات للأسف المتعاقبة، الحكومات المتعاقبة على تونس، ولم تحقق خاصة المطالب الاقتصادية والاجتماعية، وزاد الأمر سوءا بسبب الأزمة الصحية المتوترة في تونس. وإلى حد الآن الشعب التونسي هناك أمال كبيرة يعلقها على هذا الشهر الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، أعلن أنه ستتم محاسبة كل الفاسدين، وأيضا أعلن أن هناك تغييرات ستكون، سيرأس مجلس الوزراء. نحن ما زلنا ننتظر من سيكون المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، من هي الشخصية التي سيقترحها رئيس الجمهورية وسيكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة، من هم الوزراء خاصة الوزارات الهامة جدا كوزارة السيادة كالداخلية والدفاع والعدل، وأيضا هناك وزارات أخرى مهمة جدا في هذا الظرف الاستثنائي وهي وزارات الصحة والاقتصاد وغيرها. فنحن هذه الملفات ما زالت تنتظر، ولكن المهم والأساسي جدا أن انتظارات الشعب التونسي التي عبر عنها سواء في احتجاجاته يوم عيد الجمهورية أو حين خرج إلى الشارع يحتفل بقرارات رئيس الجمهورية لا يجب أن تذهب سدى، ويجب أن يتغير شيئا ما، لأن ستكون يا خيبة المسعى إن بعد شهر عدنا إلى نفس المشاكل التي شاهدتموها جميعا في البرلمان التونسي، إلى نفس الفشل في السلطة التنفيذية في مستوى الحكومة والوزارات. هذا ما لا يمكن أن يقبله الشعب التونسي. هو بطبيعة الحال كان في مصادر تونسية أكدت قبل ساعات أنه قيس سعيد الرئيس تعهد لدى لقاء ممثلي المجتمع المدني بحماية المسار الديمقراطي والحقوق والحريات، وهي المسألة الذي تخوف أو يتخوف منها البعض. أستاذة أميرة، سعيد يؤكد أيضا أن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذت مؤقتة، وهنا نود أن نسأل عن ذلك، وجرى اللجوء إليها بسبب تعمق الأزمة، مشددا سعيد على أنه الحريات والحقوق لن تمس بأي شكل، هذه ضمن الضمانات أو ضمن التطمينات اللي قدمها الرئيس قيس سعيد. لكن مسألة أن تكون هذه الإجراءات الاستثنائية مؤقتة، أستاذة أميرة، ما الذي قصده الرئيس هنا في هذا الإطار بالذات؟ الدستور ينص على 30 يوما، وهو أيضا في بيان رئاسة الجمهورية كان واضح أن هذه الإجراءات تجميد عمل مجلس النواب لمدة 30 يوما فقط. يعني وتحدث رئيس الجمهورية في كلماته على إمكانية التمديد إذا اقتضت الحاجة ذلك، ولكن لاحظنا ونراقب ونتابع أن المجتمع المدني يدفع أن لا يتم التمديد للعودة إلى المسار لاستكمال المسار الديمقراطي التونسي. والمهم أن يتغير شيء في هذه
المدة. نعلم جيدا أن 30 يوما ليست كافية لتغيير كل المسائل المطروحة اليوم في مستقبل تونس، كهناك من يطرح أن النظام القانون الانتخابي يجب مراجعته، وهذا أكيد جدا. إذا كنا سنذهب إلى انتخابات مبكرة يجب قبل كل شيء تغيير هذا القانون الانتخابي لكي لا تتكرر نفس المشاكل ونفس الأزمة التي يعيشها البرلمان التونسي. كذلك هناك حديث على رغبة، وعديد الأحزاب السياسية وحتى رئيس الجمهورية تحدث عن رغبة في تغيير النظام السياسي، وهذا يتطلب حوار مجتمعي ويتطلب وهل يمكن لكل ذلك أستاذة أميرة؟ يعني حضرتك ذكرتي الأمر، هل يمكن لكل ذلك أن يتحقق في هذه المهلة؟ ما الذي قصد الرئيس بمؤقتة؟ ما الذي سيحصل أو ما الذي ينص عليه الدستور بعد مرور مدة 30 يوما؟ هو للأسف عدم وجود المحكمة الدستورية يجعل الأمر أكثر غموضا، ولرئيس الجمهورية الوحيد إمكانية التأويل للدستور بما أنه رئيس الجمهورية والمسؤول على حماية الدستور، وأيضا بما أنه أيضا هو من أقر هذه التدابير الاستثنائية ومن أقر اللجوء إلى الفصل 80 نظرا للتشخيص للواقع التونسي. والتشخيص للواقع التونسي هذا لا نختلف عليه، فكلنا نقر بوجود فشل حقيقي وتعب في الساحة السياسية. المدة التي ينص عليها الدستور والتي أعلنها رئيس الجمهورية لا تكفي لحل كل المشاكل، ولكن هناك أمور مستعجلة، ولذلك هناك مطالبات بخريطة طريق واضحة تنص على الملفات المستعجلة والتي يجب على الأقل الشروع فيها، وهناك ملفات أخرى يعني يمكن إرجاؤها لمزيد النظر فيها، ولكن تكون موجودة ويتم التعهد بها يعني خلال هذه المدة. سيكون هناك أكيد توافقات جديدة، لأننا يعني في الأخير هناك ضرورة لعودة عمل مجلس النواب، والحكومة مهما كانت ستكون لديها يعني علاقة بمجلس النواب في العمل في مشاريع القوانين في كل العمل التشريعي، وبالتالي هناك ضرورة اليوم إلى فتح حوار وقنوات تواصل بين رئيس الجمهورية ومختلف الحساسيات السياسية. صحيح أن رئيس الجمهورية اليوم استقبل المجتمع المدني وقدم تطمينات فيما يخص كل الحريات، وأيضا أكد احترامه للدستور التونسي وما جاء بالدستور التونسي، ولكن أيضا هناك غموض مازال في الرؤية المتعلقة بالجانب السياسي. أي رئيس الجمهورية يقول أنه سيتولى السلطة التنفيذية، سيرأس الحكومة والمجالس الوزارية، سيكون هناك رئيس حكومة ولكن رئيس الجمهورية سيرأس المجالس الوزارية إلى جانب ما تحدث عنه من فتح ملفات فساد. سنغوص في كل ذلك وفيما يمكن أن تحمله خارطة الطريق المطلوبة من الرئيس في سياق هذه الحلقة. شكرا على المداخلة معنا الصحفية أميرة محمد، حدثتنا من تونس.